السلام عليكم. القصة اختي شغنقول لك قصة طويلة بزاف اختي سمية. قصة شغنقول لك اختي، كنت صحيحة في الصيحة، كنت خارجة اختي من الخدمة، ضربني موتور رجلية، مشيت اختي السبيطار، داروا لي اختي العملية، ما نجحتش العملية، بقيت اختي في الفراش، بقيت من المدة ديك الرجل غادي تشد زاد بالميكروب، غادي تشد زاد غادي تزاد، ما بغاتش اختي لا تبرى ليا لا حتى شي حاجة من 2004، ما بغاتش تبرى ليا. صافي اختي صافي شفت عييت، صافي ما بقات ما بقى عندي اختي فين نمشي، صافي ما بقى عندي باش نخلص للطبيب، ما عنديش ما على قد الحال، ما عنديش باش نخلص تلعيش خوتي انا مريضه صافي. سمعتي انا اختي صافي اختي صافي الطبيب خليتها في يد الله عند الرجل، خليتها مشيت عند واحد الطبيب قال لي بغيتي تعالجي خاصك 11 مليون. انا ما عنديش 11 مليون ما عنديش. صافي خليتها في حقها، خليتها في يد الله. صافي جا واحد السيد قال لي اختي انا بغيتك الحلال. قلت لي واخا مرحبا. صافي ولدت مع البنت الاولى، ولدت مع شني الولد. السيد كان غادي معايا بخير، كان دير كروس ديال الديسير، زعما كان خاصني حتى شي حاجه، كان كاري ليا في الدروه، كنا بخير. صافي اختي السيد ولدت مع الولد الثالث، السيد تقلب، السيد ما بقاش يتسوق، ولا الحمل كله عليا. وليت نخرج لدرجه كاع تنطلبوا الله، وليت نخرج عند الناس يعطيوني باش نعيش وليداتي. صافي هرب. عاوتاني جا واحد الناس دخلوا بيناتنا، عاوتاني قالوا لي عندهم لامشطار راجي من العيله رجعيه، واخا يجيب لك عطرة الخبز لوليداتك ويعاونك. قلت لهم واخا على وجهكم انتوما واخا. عاوتاني ولدت الدريه الصغيره دابا راه عندها عامر غاده في عام ونص، الدريه من نهار طاحت في كرشي ما جاش شافها. اري تبارك الله دابا راه عندها عام ونص ما جاش شافها. كنتي كتعيشي في هذه الظروف عندك وليدات والراجل هرب والدار غادي تريبي؟ عايشه في واحد الظروف اللي علم بها الله سبحانه وتعالى. انا عييت انا هزه الحمل هنا بزاف، عييت عييت بوحدي، عييت جاني خايفه من رجلي اللي جاني فيها المرض الخايب، وجاني خايفه من ولادي اللي غيضيعوا لي يتشردوا لي، ما كاينش اللي دخلهم عليا، ما كاينش اللي دخلهم حتى نهار، ما كاينش اللي دخلهم لي، ما كاينش اللي دخل لي ولادي حتى من الشتا مكينش. وكيف كديري معاهم أربعة وانت عندك إعاقة؟ الله معاوني والولاد، وعندي جوج طربية وجوج طربية، وخا تنتمحل تنحس براسي تنتمحل، ولكن زاد ربي تعطيني القوة. كيف كديري كطلعي هاد الدروج كامل؟ تنطلع تنسخف تنشد بحالك وتنبدا نطلع. كتزحفي باش تطلع؟ باش نطلع. دابا راه سيمانة ونص أنا مغطية اللانط، ولادي باركين على الطون، سيمانة ونص أنا ناعسة، ضرتني الرجل بزاف وطلعت لي السخانة وتم السكر جاني. ندمتي ولي تزوجتي؟ ندمت بزاف، وكنت بقيت راسي بلا صحتي، حيت تشوفي تتقولي لما نولدهم ما عندك صحة، وخا يمدوا لك كاس الماء. درجة أنا ولدي عنده سنين قال لي ماما أنا بغيت ماما نشوف شي محسن، إلا ماما يعاونك أنت يا ماما يدوي لك رجليك، يدوي لك ماما رجلك، حيت درجة عيتي عيروني، عيرتني درية صغيرة يلاه عندها 7 سنين عيرتني، ضربت شي وبنتي قالت لها سيري ماما راه عرجة وماما طلابة، وعيرتني هي وما. كتخافي شي نهار تريب عليك؟ ورا طاح عليا البارح السقف، البارح واقفه بنتي ويطيحوا لي السقف، فين غنديهم اختي؟ ما كاينش فين غنديهم. كديروا معاهم ربعه؟ باش تخصني تلبسي تتعذب بزاف، تتعذب بزاف، ولا حتى راه مرضوا ليا جاوا بوشويكه وتمحلت معاهم، مرضوا ليا بزاف، كنا راه تعذبت، جوج ولاد فيهم بوشويكه وجوج ولاد طالع عليهم السخانه وتعذبت، تنبغيش نبين لهم انا تنتعذب، تنتعذب بزاف صحتي تنتمحل، ولكن انا ما بغيتش نفرط فيهم. كديري مع الطوارئ؟ حاشاك في السطل باش نقضي، حاشاكم اخوتي وحاشاكم باش نقضي، حاشاك حاجتي في السطل، ما نقدرش نبرك في الطواليط، ما نقدرش. كتشوفي فيها الوليدات وكيبقى لك الحال؟ كيبقى فيا الحال بزاف. ما بغيتيهمش يضيعوا؟ ما بغيتهمش يضيعوا، بغيتهم يقراو.
حيت انا دابا مناش خايفه، دابا انا من رجلي تدوز منا القيح والعظم مسوس، خاف يجيني مرض الخايب. دوزت اللي ما عندنا ما نديرو لك، خاصك عمليه ب 11 مليون باش نكرطو لك داك العظم باش الميكروب يتحبس. كتشوفي دابا في هاد الوليدات اللي كنتي دايره امل انهم يعاونوك ملي كبروا، هذيك الامنيه ديالي تنطلب من الله تنقول يا ربي صباح وعشية، تنقول يا ربي ما تمحنيش اتنشوف وليداتي تيكبروا ليا، ولا بس ربي يديني عنده يديني احد الموج علينا حق، تنطلب مع عند الله صباح وعشية. يا اختي سومية قالك شي مناش خايفه، شنو هو النداء اللي نداء لي للمحسنين اللي عاونوني عاوني في السكنة. دابا راه حاجة كنت كنمشي تعاد الطبيب قال لي شوفي شي طواليت كرسي، حيت سطلت أغلبية سطل حاجة كتجفف فيه تنخدي فيه حاجة حويجي. قال لي دابا شنو الله يستر الدراري الصغار يهزو داك السطل ويديرو فيه انت لا، قال لي شوفي شي طواليت فيها الكرسي ولا نعاود لك. قلت له دكتور أنا رانا ما عنديش، أنا عندي الله، أنا راه ساكنة في واحد الدار أين السقوط، ما عنديش من غادي ما عنديش حاجه كيفاش غادي ندير كرسي ديال الطواليت ديال الكرسي باش غادي نجلس. عندي شي تحت عندي الدري الله عدى 9 سنين والدري الاخر يلاه غيكمل 9 سنين غيكملها في شهر 8 والدري الاخر شهر 7 نهار 7 يكمل 3 سنين والدري عمونس. كتشوفي ان الحياه ديالك ضايعه؟ ضايعه بزاف، انا ضعت، انا يلاه عمري 39 عام، انا مرت معاهم بلا وقت ولكن ماشي مشكل على ولادي. يعاونوني انا ما هماني صحتي، انا هماني فين ينعسوا ليا وليداتي، هذه الامنيه ديالي تحقق لي، تنطلبها من عند الله شي محسن يحقق لي لوليداتي. الراجل ديالك اللي هرب عندي ما بقيناش بغيناه، ولدي راه تيدعي عليه ما بغاش، ما بقاش بغاه، يجي يدير معايا اللازم يبعد مني. كذبش عليك تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.